مرحبا. أنا جدا سعيدة اليوم تواجد اليوم في منظمة المرأة العربية. اسمي مريم سمير علي، صحفية من العراق. احنا أطلقنا مبادرة في 2016 اللي هي اسمها كاتبات المستقبل للتنمية، وفي عندنا أثر لبناء السلام. هذه المبادرة تشتغل على بناء السلام للنساء اللي يعانون من ضغوطات نفسية اللي هم داخل البيت. احنا نعمل على التفريغ الكتابي، اللي احنا اليوم كيف ممكن نشتغل تأهيل نفسي وتفريغ كتابي من الضغوطات النفسية عن طريق الكتابة. نوصل مرحلة النساء ان يقدرون كاتبين يقدرون يكتبون قصصهم ويعبرون عن ذاتهم اكثر، حتى يكون لهم صوت مسموع بالوطن العربي وبالعالم. هذه المبادرة تشتغل على الفتيات اللي هم صغار بالعمر لحد عمر 40 سنة. وفق ذات احنا نشتغل على ان اليوم المرأة تكون قوية ومستعدة ان تدخل سوق العمل، وتدخل بنفس الوقت انه هي تكون صاحبة قرار تغيير مجتمعها.